أهلا بكم من جديد. انطلق في العاصمة البريطانية لندن أسبوع الفن البحريني ضمن برنامج الفنان العالمي لمبادرة فن البحرين عبر الحدود، التي تحظى برعاية كريمة من قبل صاحبة السمو الملكي قرينة عهد البلاد المفدى، وذلك بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة. أسبوع الفن البحريني بنسخته الثانية ينطلق في العاصمة البريطانية لندن. معرض الافتتاح فن البحرين عبر الحدود استضافته ساتشي جاليري، صالة العرض الشهيرة عالميا بلوحات 15 فنانا وفنانة من مملكة البحرين وحضور كبار الشخصيات وجماهير من ثقافات متعددة. فرصة كبيرة لفنانين البحرين للمشاركة والاستفادة، كون لندن عاصمة الفن والثقافة لا شك أن العدد زاد السنة، وصل إلى 15 فنان وفنانة و 31 لوحة مشاركة في المعرض اليوم. لا شك أن هذا يجسد تطور الفن البحريني. أي فعالية يجب أن تعطى فرصة للنمو والتطور. الحمد لله رب العالمين، توفقنا في مشاركة 15 فنان وفنانة من مملكة البحرين من مختلف الأعمار ومن مختلف الخبرات، وهذه أنا أعتبره شيء طيب على أساس أن هالأجيال والإمكانيات والإبداعات المختلفة تختلط ببعضها ويستفيدون من بعضهم البعض. طبعاً وايد مهم أن احنا نروج الفن البحريني خارج البحرين ونخلي العالم يشوف الفنانين البحرينيين إيش ممكن يسوون، وفي مكان مثل ساتشي جاليري يعني طبعاً ما في أحسن من هذا المكان اللي ممكن نبين فيه أهمية الفن البحريني والثقل الفن البحريني. أكثر من 30 لوحة فنية تنوعت بين مختلف وسائط الفنون البصرية، سواء بالرسم بالألوان الزيتية والأكريليك أو التي جمعت بين التصوير الفوتوغرافي والمعالجة الرقمية، إلى المنحوتات الصغيرة الحجم والمتوسطة. لوحات تشجع الشاهد أنه يوقف قدام اللوحات ويشوفهم تمعن، غير عن اللوحات الموجودين على الإنستغرام أو على الشاشات. واللوحات سود يجذبون الناظر انه يدور معاني اللوحات في نفسه بدل اللوحه تقول له شي يحس وشي يفكر. لوحاتي تتكلم عن الروح وتجربه الروح، طبعا هاي اللوحه تتكلم عن الالم وشلون الواحد يفصل عن جسمه في لحظات الالم من اجل ان يطفو فوق الالم ويحل السلام. انا اتكلم عن الدراويش انزين وطريقتهم ان شلون يعبدون رب العالمين بطريقتهم انزين، وما في اي تعقدات في حياتهم بهالطريقه، وحطيتها بالواني الخاصه. فن بحريني عابر للحدود يروج للثقافه والتراث البحريني بلوحات تقليديه ومعاصره رسمها فنانون بحرينيون تجوب العالم، لتعرض هنا خلال اسبوع للفن البحريني ببريطانيا. عبد الجمال، تلفزيون مملكه البحرين، لندن.